بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: وذلك في كتاب الصيام، قال: والشيخ، أي كبير السن. والشيخ في اللغة تطلق على أمور كثيرة، ولذلك فجموعها كثيرة. يعني يقول لك شيخ تجمع على شيوخ، وتجمع على مشايخ، وتجمع على أشياخ، وتجمع على مشيخة، وتجمع. كل ده جموع لإيه؟ لشيخ. ليه؟ لأن الشيخ قد يكون رئيسا للقبيلة، وقد يكون زعيما في قومه، وقد يكون كبيرا في السن، والمقصود به هنا كبير السن، وقد يكون عالما، وقد يكون يعني معانيها في اللغة كثيرة، وكلها تفيد القيادة والريادة والتقدم. فهنا التقدم إنما هو في السن. والشيخ يعني الرجل العجوز، وكان مشايخنا رحمهم الله تعالى يقولوا فوق 70 نافلة. يعني حاجة من عند الله كده، يعني ايه؟ هدية من عند ربنا. اللي عنده 71 يبقى ربنا اهداه واحدة، 2 يبقى 2 كويسين، 3 حلوين، واخد بالك؟ والإمام الشافعي جعل هذا الكبر من 62 سنة، فيعطي الزكاة لعمره الغالب. يعني واحد عنده 30 سنة وعايز تديله زكاة، والزكاة بتاعتك ما شاء الله ملايين ممليانة، ملهاش عد ولا حصر، قم تحسب الولد ده عايز كام لغاية ما يبلغ 62 سنة، بيصرف كام في السنة. فتقول مثلا بيصرف له 100,000 في السنة، في 32 يبقى بثلاثة مليون وشوية، يبقى ما تديلوش أكتر من 3 مليون من الزكاة بتاعتك. ما تضحكش بقى، خلاص المليون ما بتجيبش حاجة دلوقتي، كان زمان تضحك إنه كانت نيلة في حظنا الهباب ما بعداش مليون، لكن دلوقتي مليون إيه؟ 3 أكلات سمك بمليون يعني. فالمهم الحاصل العمر الغالب، فكان بقى 62. طب افرض راجل عنده 62 سنة وعايز الزكاة، قال سنة سنة، تديله سنة بسنتها. هو ناظر لإيه؟ إن الشخص ده خلص البطارية بتاعته، 62 سنة يبقى إيه؟ خلص البطارية. طبعا الستات ما بيزيدوش عن 27 سنة، ده معروف، فمش هيزعلوا ولا حاجة. لكن الرجالة بقى لا، 62 يا حلو، يبقى لازم تحاسب نفسك. وفي كل العالم خلوا كده المعاش كده، 62 65 60 أولها 60. وبعدين لقوا كده انه الدنيا اتطورت والعلم والصحة وبتاع، فربنا مد في اعمار المعاصرين، فخلوا القضاء 70، وخلوا حتى الجماعة في بعض الاماكن كده خلوا المعاش 80. بعد 80 بقى خلاص مفيش. فيبقى الشيخ هنا معناه ايه؟ يعني فوق 62،
يبقى شيخ. إن عجز عن الصوم يبقى في شيخ ما بيعجزش عن الصوم، كبير في السن ولسه صايم. وشهادنا احنا مشايخنا وصلوا الى 90 ويصومون ببساطة، يعني بسهولة، ما فيش عناء، ما فيش يعني منازعة عنده أو ضعف أو مشاكل هتأتي من الصيام وهو فوق 90. 92 بقى و93 ما يعني ما شفناش حد وصل لهذا السن وما عملش مشاكل الصيام يعمل مشاكل. ايوه، لانه هو عاد 30 سنه يصوم بعد الشيخوخه. الشيخوخه قلنا منين؟ من 62، هو ده عنده 92، فبرضه ايه، كتر خير الدنيا. ان عجز عن الصوم، عجز عن الصوم بان الصوم سبب له مشكلات، دوخه، عطش شديد، انهيار في السكر، الى اخر ما هناك، في مشكله. فالطبيب يقول له ارحم نفسك وافطر، يقول انا اتعودت ما ينفعش. يقول الامام الغزالي: فان صام صاحب العذر، اللي هو هنا ايه، الشيخ الكبير كبر السن، فان صام فمات. صام، فبسبب صيامه ده مات، مات مفطرا. ألا يعني كأن امتناعه عن الأكل والشرب لا فائدة فيه، مات مفطرا. فلازم هو يعرف كده ان انت هتعمل ايه، هصوم هصوم. قلنا له طيب، ما هتصوم هتصوم، لو مت هتبقى مفطر. وكذلك المسافر اللي هو بيتحمل العناء كثير ومصمم انه ما يفطرش فمات، يبقى مات مفطرا. طبعا الغزالي ده ركن من اركان الشافعي. والشيخ ان عجز عن الصوم يفطر، كلام واحد كده اهو، ويطعم عن كل يوم مدة. كل يوم يطعم وفي مد، المد ده كيل المدينة، معروف موجود إلى الآن، وحتى عاملينه بالسند المتصل إلى عصر رسول الله. فالمد ده حوالي بتاع 600 جرام، لما تملاه تملى 600 جرام. يعني ايه 600 جرام؟ يعني الكنز بتاع البتاع الساعة، الحاجة الساعة دي 300، علبتين، يبقى هو ده المد، ادي الحجم بتاعها. والصاع 4 أمداد، يبقى تضرب في 4، يبقى 2.5 كيلو الا هسة، الا يعني شوية كده بسيطة، 100 جرام، لأنها تطلع 2.4 كيلو. فيبقى قال مثلا كان يتوضأ بالمد، فالراجل قال له المد ايه اللي كان بيتوضأ بيه؟ والله ده انا ما يكفيني جردل كبير ولا نص برميل اتوضأ بيه. قال له كان يتوضأ بالمد، المد اللي هو الكنز ده مرتين، مليانة مرتين 600 جرام. قال أنا صاحب شعر، إيدي مليانة شعر. قال كفت من هو أشعر منك، اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، وسيدنا ما عنده شعر برضه وكان جميلا.
يعني ايه ما تلككش في الكلام. سيدنا كفاه المد في الوضوء والصاع في الاغتسال والحامل والمرضع. يبقى هنا مد الطعام ده قد ايه بقى؟ 600. يعني ايه 600؟ يعني 600 جرام قمح. 600 جرام قمح هي كفارة اليوم. 600 جرام قمح يعني لسه ما حصلوش كيلو، يعني الاتنين مد بكيلو 200، يعني التلاتة كيلو 5 أمداد، معناها كده. هم الجماعة بتوع دار الإفتاء دول يروحوا يسألوا وزارة الزراعة ويقولوا لهم يا وزارة الزراعة هو القمح بكام السنة دي؟ فيقولوا لهم القمح بكذا. قد ايه؟ يقول له والله الكيلو ب6 جنيه او الكيلو ب10 جنيه ب12 جنيه، اي حاجة هم يحسبوها كده. يقول والله الكيلو 12 جنيه، واحنا عايزين منه قد ايه؟ ها؟ 6 على 10، 600 على 1000، يعني 6 من 10 في 10 جنيه، تضرب ده في ده يطلع 6 جنيه. طب 6 جنيه تجيب ايه النهارده؟ هم تجيب 600 جرام دول. طب 600 جرام دول لما نطحنهم ويطلع دقيق نخبزهم يطلع رغيفين تقريبا او 3، يعني ما يكترش عن كده، لان ده يكتر، لان العيش ب120 جرام، العيش ابو 120 جرام ده يبقى 6 على 120 جرام، 600 على 120 معناها 4. طب 4 ده ال120 ده وهو طالع من الفرن، لكن قبل ما يدخل الفرن ما هو كان اتقل من كده، فيبقى اقول 3، يعني 3 رغيفة. ادي ده الاساس. واحد يقول لي يعني انا افطر يوم لاي سبب كان من عذر وبعدين يبقى عليا 3 رغيفة بس؟ اقول له اه، ده ايه الحد الادنى. طب ينفع ان المد ده يبقى زبيب؟ قلت له ينفع. طب كيلو القمح ب10 جنيه، كيلو الزبيب بكام؟ لا، كيلو الزبيب ب100 جنيه، فيبقى 6 جنيه هتبقى 60 جنيه. يبقى كل واحد يطلع على قده، لكن اقلها هو ب6 جنيه ده. فدار الافتاء يجي مطلع ويقول والله كفارة اليوم تساوي كذا. يبقى احنا بقى، احنا طلبة علم، عرفنا جايبينها منين، انها مد وان المد 600 جرام، وان الاقل حاجة هي القمح قوت البلد. يبقى اذا نشوف 600 جرام قمح بكام الى اخره. يحصل اختلافات، تنزل السوق عشان تشتري 600 جرام قمح، فتلاقي في منطقة تجمع واكتوبر وبتاع الشيخ زايد 600 ب22 جنيه. طب احنا لسه حاسبينها ب6 جنيه، ايه اللي خلاها ب22 جنيه؟ مكسب عبال ما وصلت. احنا هنا دار الافتاء سألت ايه؟
وزارة الزراعة يعني جايبها من الأرض أقل حاجة يعني. في حين إن أنت نفسك لو نزلت تشتري 600 هتشتريهم بمبلغ وقدره 22 جنيه. فقمت لقينا بنفتي، احنا مالناش دعوه بدار الافتاء بقى، خلاص دار الافتاء خلصت وانتهى الامر. يقول لك طلع 30 جنيه يا راجل، ها؟ فتقول الله الشيخ ده يا اخي منشفها علينا، 30 جنيه؟ اه ما انت لو رحت اشتريت المد ده هتشتريه بنفس السعر كده من البقاله دلوقتي. ولذلك يبقى اذا معانا انه كله صح، ولكن هي مسألتين. المسألة الأولى من أوسط ما تطعمون أهليكم، يبقى إذا أنت مستواك إيه؟ أبو 30 جنيه ولا أبو 6 جنيه؟ ولكن يجب على من أفطر بعذر كشيخ ومسافر وحامل ومرضع يجب عليهم مد طعام إذا لم يتمكنوا من القضاء. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطارتا وعليهما القضاء. خايفة هي نفسها تدوخ، السكر ينخفض، يجي لها أنيميا من الحمل والرضاع وتصاب بأنيميا وما تعرفش تعالجها أو تعالجها في مدة، كل دي مشاكل موجودة. يفطروا على طول من غير فتوى ومن غير حاجة، ده حكم. وبعد ما تفطر بس يا واد لم روحك بس، خلاص هي آخرها كده. لا ده انت غلباوي بقى. نعم عشان كده طلعت بنوتة. زعاق يا بنت زي ما انت عايز. طيب وان خافتا على ده كله، ده خافت على نفسها قالت الله ده أنا المرة اللي فاتت في الحمل اللي فات جالي أنيميا فأنا خايفة على نفسي. وإن خافتا على أولادهما، خايفة لأحسن اللبن يقل فالعيل يتضرر يبقى في ضرر، خايفة إنها بصيامها تأذي الجنين. هي حلوة الحمد لله صحتها كويسة مش خايفة، لكن هي خايفة على ابنها. وإن خافتا على أولادهما أفطارتا، برضو انفطر على طول، وعليهما القضاء والكفارة. يبقى إذن هتصوم اليوم اللي عليها وتطلع المد بتاع الطعام. كأن التعامل هنا بقى مع اتنين، الأم والعيل بتاعها. عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراقي. لما جينا بقى بحثنا قلنا يا اخوانا عايزين نفهم بس عراقي ايه، فين العراقي ده وفين الرطل العراقي. وكنا لما نقول رطل فالشيخ يقول لي رطل يا ولد بالكسر، ها يبقى اسمه رطل مش رطل. فضلنا نبحث في علم اسمه علم النميات. علم ايه؟ النميات، اللي هو علم الموازين والمقاييس والمكاييل وتاريخها وراحت فين وجات منين. علم النميات ده دلنا في النهاية ان الرطل البغدادي رطل انجليزي اللي هو معمول بيه لغاية دلوقتي اللي هو الباوند، رطل ونصف وثلث. الرطل بقى يبقى كده بالجرامات النظام الفرنساوي
400 جرام تقريبا، وهسه 400 وشوية كده، ف 400 وشوية ده ايه؟ الرطل. تقسمه على ثلاثة يبقى تلت الرطل، والحمد لله انها جت على قد كده، وطلع الرطل البغدادي هو الرطل الانجليزي، وراحوا مقلديننا فيه، ما احنا اللي عملنا الرطل البغدادي ده، خدوه مننا برضو من اللي سرقوه مننا، وقاعدين يسرقوا فينا طول عمرهم. طيب، والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. السفر الطويل اللي هو من هنا للسيد البدوي، خلاص قبل السيد البدوي بشوية كده في محلة اسمها محلة مرحوم، فالشيخ الباجوري يقول: فمن ذهب إلى محلة مرحوم فلا قصر ولا فطر. يبقى إذن بيّن لينا على الخريطة هو إحنا فين بالضبط المسافة. لما تيجي تقيسها من الطريق الزراعي كده تلاقيها 85 كيلو ولا تلاقيها حاجة زي كده. فيبقى إذن المسافة بيننا هنا وبين مسجد السيد البدوي في طنطا. طب قبلها بشوية كده محلة مرحوم، لا ما يبقاش سفر طويل، لسه ما كملش الطول بتاعه. فهمتوا حاجة؟ طب والله دي حاجة غريبة لكن كويسة. والمريض والمسافر سفرا طويلا، لكن المسافر صد رده زي ما بيقولوا، او يغيب شويه كده، يعني اللي هو سبحه النار، لا سبحه النار، راح يعني لغايه اخر البلد ورجع تاني، او للبلد اللي بعدين، راح لبنها مثلا ورجع على طول، فده مش سفر طويل ويبقى صايم برضه. طيب المسافر امتى يفطر؟ مطلقا كده يعني انا هسافر النهارده، اجي ايام الصبح وافطر شويه الفول والطعميه وبتاع مش عارفين اللي انت بالك منهم دول، وسافر، ولا لازم الافطار يدخل على الصيام؟ يعني هو يعني افطر قبل ما اسافر ولا افطر بعد ما اسافر؟ فقال: وان كنتم على سفر، يبقى لازم تكون على سفر، حتى يعني انت على سفر طلعت من هنا الساعة 5، سقت كده في طريقك إلى الإسكندرية في الطريق الصحراوي، أذن عليك الفجر بعد إيه؟ 20 دقيقة. الفجر النهاردة 25 دقيقة. لما أذن عليك الفجر أنت كنت متلبس بالسفر ولا لا؟ كنت متلبس بالسفر، يبقى يجوز لك الإفطار. طيب أنا صبحت وجيت مسجد فاضل، صليت لي ركعتين بتاع الفجر، وطلعت حضرت شنطتي وركبت السيارة الرايح لإسكندرية، أفطر بقى ولا ما أفطرش؟ قال: لا ما تفطرش، ما ينفعش تفطر، انت كده على صيام مش على سفر، انت كده بدأت الصيام خلاص، احنا الساعة 6 دلوقتي. اقولك ما الشروق لسه ما طلعش، مالوش دعوة الشروق هو في الحكاية دي، دي غروشة منك، انت على سفر ولا على صيام؟ لو سافرت قبل الفجر
يبقى هل عليك الفجر وأنت مسافر فيجوز لك الإفطار. لو سافرت بعد الفجر يبقى الصيام هل عليك وأنت السفر هل عليك وأنت صائم فلا يجوز لك الإفطار. فتاخدوا بالكم من الحكاية دي لأنه يعني تختلف فيها الأنظار. واحد قاعد دلوقتي يعني هو كان وهابي زمان وبعدين من الله عليه وبقى أشعري. فبيقول ايه بقى؟ بيقول اصل في حديث جابر ان هو قام وفطر ومشي. واخد بالك؟ حديث جابر. قلنا له ده مذهب. بحثوا الحاجات دي كلها ودرسوها وشافوا الحديث ده هو شاذ، فيه مخالفة، هناك ما هو أصح منه، وبعدين طلعوا باللي هم الكلمتين دول، فدول الخلاص. أما إنه قيل وقيل وقيل، قيل. فصل. والاعتكاف سنة مستحبة. يبقى الاعتكاف بيحقق أحد وسائل الصوفية للتربية، قلة الأنام وقلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام، أربعة. فالاعتكاف يخليك تنكف شوية عن الناس، فيعطي لك فرصة للتدبر، للتأمل، للعبادة، للذكر، للمناجاة، للخلوة مع النفس، لمحاسبة النفس، وكل هذا من متطلبات الطريق إلى الله. له شرطان. إيه هما؟ أول حاجة النية. يبقى إذن أنا لما أدخل هروح أعتكف لازم أنوي. طب افرض رحت وقعدت ساعتين ثلاثة كده وبعدين امتدوا إلى يومين ثلاثة وأنا ما فيش في نيتي حاجة، لا يعد اعتكاف. لازم الاعتكاف يبقى فيه نية. نمرة اتنين، واللبث في المسجد. هل يشترط في الاعتكاف ده أن تصوم؟ الشافعية قالوا لا، ما يشترطش أن تصوم. الله، طب وانا ضايع عليه الفرصه دي، ما انا جيت النهارده الساعه 10 انوي الاعتكاف، قعدت 10 و11 وسمعنا الخطبه والدرس ولسه قاعدين في المسجد، بقينا 4 ساعات، بقينا 5 ساعات، قم يحسب لك هذا. ابو حنيفه بيقول لا، مش هيحسب لك لانه محتاجين ايه؟ صيام، فعايزين يوم كامل. لا يقال لك انك انت معتكف الا لما تقعد يوم كامل، ولا ممكن جزء يوم. الشافعي قال ممكن جزء يوم، مفيش دليل على ان الاعتكاف يحتاج الى يوم كامل. ولذلك فانت في المسجد اول ما تدخل تقول نويت الاعتكاف لله، تقعد لك ساعة بقى، تقعد لك ساعتين، تقعد لك 10 دقايق، أهم يحتسبوا لك اعتكاف. ولا يخرج من الاعتكاف المنظور، مش الاعتكاف اللي احنا بنقول عليه بقى اللي هو الاعتكاف العادي ده، جيت ونويت ولبثت في المسجد، النية واللبث في المسجد بس. إنما في بقى يقول نويت لله أن، أو نظرت لله أن أعتكف 3 أيام. ده نذر، ده كأنك أقسمت والله لأعتكف لربنا 3 أيام. أنت حر. النذر ده واجب النفاذ، لكن الحالة بتاع أن أنت تدخل وتقول نويت الاعتكاف لله رب العالمين وخلاص، ما فيهاش وقت.
تقعد ساعة ساعتين يوم يومين ما يجراش حاجة. لكن المنظور ده واجب. في المنظور يحرم أن تخرج ولا يخرج من الاعتكاف المنظور إلا لحاجة الإنسان. حاجة الإنسان ده تعبير معناته دورة المية لا مؤاخذة الحمام يعني. فهم راحوا معبرين التعبير اللطيف ده عشان مش كل شوية يقولوا إيه دورة المية والحمام والبتاع. قالوا حاجة الإنسان أو عذر. عذر إزاي يعني؟ قال من حيض. ده كمان المرأة تعتكف مفيش مانع. وبعدين لاد أنه داهمها الحيض فتنسحب بقى من الاعتكاف ده لأنه ما ينفعش. أو مرض أو كمان مرض فبرضو ارتفعت حرارتك هتعمل ايه؟ بس ده اعتكاف منظور. طب هتعمل ايه يعني؟ هتموت روحك يعني ولا تعمل ايه؟ خليك عاقل كده وروح البيت خد لك بنادول وشوف حالك. لا يمكن المقام معه يعني مش لما تعطس عطسة كده تقول الله يلا امشي. لا، حاجة ليها تستحق يعني انك انت تمشي. ويبطل الاعتكاف بالوط. يعني انت جاي تعتكف ولا جاي يعني حاجة سخيفة خالص يعني حقيقة يعني انه يحق لي انه يبطل كده. ما ظلمهوش يعني. فهنا الوط يبطل الاعتكاف. وبذلك تم كتاب الصيام. ونشرع ان شاء الله في قابل الايام في كتاب الحج. وكنا نتوقف عنده كثيرا لأن الحج في الحقيقة لا يدركه إلا من عاينه. يعني ما تعرفوش تمام إلا لما تروح تحج فتشوف فين منى دية، فين عرفات، فين البيت الحرام، فين مقام إبراهيم، فين الحاجات دية وتتعمل إزاي. لكن هنحاول نصور كل هذا إن شاء الله أثناء الدرس، خاصة أن الحج له إيه زمن. عندنا هو شعبان ورمضان، إحنا في رجب خلاص. شعبان ورمضان وشوال والقعدة 4 شهور. فإن شاء الله ندرك أحكام الحج قبل الحج، حتى إذا ما كتب الله لأحدنا الحج حج عن بصيرة. اللهم يا ربنا افتح علينا فتوح العارفين بك، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا، واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك. وافتح علينا فتوحا تثبت الإيمان بها في قلوبنا. اللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا، واهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم يا ربنا اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ونور أبصارنا وصدورنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. علمنا منه ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانصرنا بالحق، وانصر الحق بنا، واحشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارض عنا برضاك، واعف عنا بعفوك، وارزقنا برزقك. اللهم يا ربنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لكن رحمتك وسعت كل شيء. يا ربنا ارحمنا واغفر لنا وانصرنا وثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. يا رب
كن لنا ولا تكن علينا، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا. يا رب لا نعبد إلا إياك ولا نعرف ربا سواك، دعوتنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يا رب أعنا يا رب على هذه الدنيا وما فيها، نعوذ بك من الفتن والمحن والإحن وسوء العاقبة. يا رب هذا حالنا لا يخفى عليك، وعلم كل شيء بيديك، فاغفر لنا ذنوبنا وهيئ لنا النصرة ومكن لنا في الأرض. يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا.